السحر وانا مريضه. انا الحاجه الوحيده اللي اي حاجه كتعوض، كل شيء كيتعوض الا الصحه اللي ضروني فيها هي اللي باقا لحد الان كنعاني معها. اما اي حاجه كتعوض. وحاجه وحيده اللي بغيت نوصلها للناس اللي كيقولوا لي راه عائله راجلك اللي دايرين لك هادشي، عائله راجل اللي بعيده كل البعد على التخربيق، ما كيعرفوش لهادشي. هذه اللي بغيت، والرساله اللي كنوجه لهذه اللي ضراتني واداتني وسحرت ليا، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، وما عمري نسمح لك للدنيا الاخره. حيت دمرتي لي حياتي، ماشي مشكل كلشي كيتعوض، ولكن دابا كدمرتيني في صحتي اللي مازال انا كنجري مورا. والناس اللي كيشوفوني ضحك على برا خصو يشوفوني على الداخل بيني وبين راسي كيفاش انا كنعاني مع المرض ديالي. انسان مابقاش يحكم على المظاهر انني انا ضاحكه وعايشه السعاده وما ناقصني حتى شي حاجه، ولكن خصو يشوفوا النفسيه ديالي كيفاش دايره من الداخل. وحسبي الله ونعم الوكيل في اي واحد كيادي شي واحد. السحر كاين، انا ما كانش دخل لي في راسي هذا السحر، ولا حتى عشت حتى شفت داكشي. كنقول ربما مريضه على السبيطارات، كنت لها في الاطباء وهذه، كنقول ربما داكشي راني مريضه، ولكن هادشي حتى شفت هذاكشي عاد عرفت بان راه كاين، حيت هذاكشي اللي مكتوب فهادشي هو اللي زعما طاري لي. الرساله ديالي هو ما كاينش الثقه في شي واحد كما بغي يكون النوع ديالو، حيت الغلط ديالي انا اللي ما نبغيش شي واحد يغلط في حالي. انا من هب ودب كيدخل عندي اي واحد كما بغى يكون، شي لقى وحده في الزنقه ما عندهاش فين تبات كنجيبها البيته عندي. ولكن شي حاجه اللي درتها زوينه من هادشي كامل وقفت معايا تخرجوا داكشي من المقبره. وتنشكر الناس بزاف، الناس اللي لقاوها كنشكرهم بزاف بزاف، الله يرحم ليهم الوالدين، حيت هما اللي زعما خلاوني زعما حليت عينيا. وانا دابا كون ما كانش داكشي ما غنكونش انا في هذا المركز. وكنشكر الناس كاملين اللي وقفوا معايا واللي عاونوني، منهم انت، منهم الراقي ايوب، من الناس كاملين اللي تعاونوا معايا كنشكرهم بزاف بزاف، والناس ديال الخدمه كاملين اللي كيسولوا فيا، وكلشي كلشي.